السلام عليكم ورحمة الله. هل سيتم تنفيذ قرار هيئة المساءلة والعدالة واجتثاث المنتمين للبعث من العملية السياسية؟ وما الذي استجد حتى أصبحت تصريحات ومواقف البعض مكشوفة ومتناغمة مع الأمريكان؟ ما الذي جعل الأمريكان يدعمون البعث وهم الذين أزاحوه عن السلطة عام 2003؟ وإلى أين سيصل قطار البعث في العراق؟ هل سيستمر بالتحرك نحو الاتجاه المقرر له بدعم أمريكي وبريطاني وعربي، أم سينجح الشعب في التصدي له والقضاء على آمال البعثيين بالعودة مرة أخرى؟ من جانب آخر، لماذا لا يتم تأجيل القرار إلى مرحلة ما بعد الانتخابات؟ ألا يشكل الإصرار على تنفيذه مدخلا لأزمة سياسية تضر بالمصالحة الوطنية؟ ولماذا يتم تجاهل المطالب الأمريكية والعربية بإلغاء القرار وتجميد الاجتثاث؟ هذه الاستفسارات وأخرى سوف نطرحها في حلقة هذا اليوم من العراق اليوم تحت عنوان الموقف الأمريكي من قرارات هيئة المساءلة والعدالة. وسيكون معنا ضيوف في هذه الحلقة الأستاذ كمال الساعدي عضو مجلس النواب العراقي، وأيضا الأستاذ مقداد البغدادي عضو في الائتلاف الوطني العراقي، وكلاهما من العاصمة العراقية بغداد. فأهلا ومرحبا بضيوفنا الكرام، ونبدأ الحوار في هذه الحلقة بعد هذا التقرير. قبيل إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أسماء نحو 500 مرشح مشمولين بقرارات الاستبعاد التي أصدرتها هيئة المساءلة والعدالة في العراق، بدأت قضية اجتثاث البعث تأخذ أبعادا جديدة. أبرز سماتها دخول الأطراف الخارجية خاصة الأمريكيين على الخط، والحراك السياسي الذي تشهده الساحة العراقية بحضور السفير الأمريكي في بغداد كريستوفر هيل، والاتصالات المكثفة التي يجريها نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن مع المسؤولين العراقيين لإقناعهم بتأجيل قرار الاجتثاث إلى مرحلة ما بعد الانتخابات. هذه التحركات الأمريكية لقيت ترحيبا من بعض القوى السياسية التي أخذ خطابها السياسي ينسجم مع النبرة الأمريكية ضد قرار اجتثاث البعثيين. ففي هجوم جديد على قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وصف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الهيئة بأنها غير مؤهلة قانونيا بهيكليتها التنظيمية الحالية لاتخاذ قرارات الاجتثاث، مطالبا السفير الأمريكي بالتدخل لإلغاء هذه القرارات. كما أعرب الهاشمي عن مخاوفه من تداعيات قرار الاستبعاد على العملية السياسية ومستقبل الديمقراطية في العراق. هيل من جانبه جدد دعوته لإلغاء القرار أو تجميده، محذرا من تداعياته على المشهد السياسي في البلاد. وقد أثارت التصريحات والمواقف الأمريكية ردود أفعال غاضبة في الأوساط العراقية، واعتبرتها تدخلا سافرا في الشأن العراقي، ودعت الحكومة والسياسيين إلى رفض هذه الضغوط لأنها تسيء إلى الديمقراطية وإلى العملية السياسية المصانة بالدستور. إذن بعد متابعة هذا التقرير نبدأ بحوارنا في حلقة هذا اليوم، ومن الأستاذ كمال الساعدي بعد التحية نبدأ. أستاذ كمال، أهلا بك معنا. وحول أولا القرار، قرار هيئة المساءلة والعدالة، ما الجديد في هذا القرار؟ وهل سيتم فعلا إقصاء المشمولين بقرار الهيئة وعدم السماح لهم بالترشح للانتخابات؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك حملة تضليل مقصودة تمارسها وسائل الإعلام وبعض الأطراف السياسية التي تضررت من هذا القرار، تحاول أن تعطي انطباع أن القرارات غير شرعية وغير قانونية، هذا أولا. وتحاول أن تعطي نقطة ثانية أن هذه قضية مسيسة، والنقطة الثالثة تحاول أن تثقف أن هذه موجهة ضد طائفة معينة. هذه النقاط الثلاثة هي التي ترتكز عليها الحملة الإعلامية والسياسية سواء داخل أو خارج العراق، مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع الدول العربية أو على الرأي العام العراقي والعربي.
وأحاول أن أجيب على هذه النقاط الثلاثة. أولا، هيئة المساءلة والعدالة هي هيئة الآن مهمتها تصريف أعمال إلى حين تشكيل هيئة، لكن تصريف الأعمال لا يعني أنها مسلوبة الصلاحية، وإنما هي بانتظار تشكيل هيئة مصوت عليها ولها الحق بأن تنفذ كل ما يفرض عليها القانون. نحن الآن لدينا وكلاء وزارات، لدينا رؤساء الهيئات بالكامل هم غير مصوت عليهم، وإنما مكلفين بالوكالة بأداء وظائفهم. لا أحد يقول أن قراراتهم غير شرعية وغير قانونية خلال 5 سنوات من تاريخ الدولة العراقية، طالما أنهم مكلفون من جهة رسمية وهي رئاسة الوزراء. النقطة الثانية، نحن في السابق كان الحديث عن اجتثاث البعث يعتمد على القوانين، قانون إدارة الدولة وغيره، قرارات بريمر. الذي استجد هو أن مجلس النواب شرع قانون شرعي يتكئ على الدستور، وبالتالي هذا القانون جاء حتى بعد انتخابات مجلس النواب، فلا يقال لنا أنه لماذا قبل 2 أو 3 أو 4 كان هنالك بعض البعثيين موجودين. ليس هنالك وضوح، ليس هنالك قانون. الوضع الأمني سيء، التدخلات الإقليمية الخارجية، كل هذه فرضت وضع سياسي معين. الآن الدولة استقرت، مجلس النواب شرع قانون، وعلينا من الآن فصاعدا أن نسير على القوانين التي يشرعها مجلس النواب. النقطة الأخرى، أننا إذا تجاوزنا هذا القانون بغض النظر عن الخطر السياسي، هذا معناه أن ممكن أي دولة أو أي قوة تأتي تقول لنا عطلوا فلان قانون لأن هذا القانون لا ينسجم مع موقف هذا الطرف أو ذاك. وبالتالي كما ذكرت مقدمتكم أن الدستور الذي يصون العملية الدستورية لن يحترم، وسيسقط من تسقط هيبته، ولا يعد بعد الآن شيء يربطنا بالدولة، وليس لدينا أي مرجعية نحتكم لها كقوى سياسية. طيب بعد كل ذلك يعني سيد كمال، إذا سمحت لي يعني بالانتقال إلى أستاذ مقداد البغدادي، بعد كل هذا يعني التوضيح عن عمل هيئة العدالة والمساءلة، فلماذا يتم وصف عملها بأنه غير قانوني، وخاصة من قبل طارق الهاشمي الرجل الذي في الحكومة؟ يعني سيد مقداد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إليكم وللضيف الكريم ولمشاهدي قناتكم الموقرة. حياك الله. في الحقيقة يعني نحن تعودنا من بعض الشخصيات السياسية على أنه تعطي ملاحظات ليس في خدمة الحركة الديمقراطية في العراق، ولا أساسا في خدمة المسيرة السياسية بشكل عام. من هذا المنطلق أستطيع أن أقول أننا نحن نتجه في الدولة العراقية بإكمال الحلقات القانونية، هناك دستور، هناك هيئات مستقلة، هناك مؤسسات مستقلة. كان من المفترض على الشخصيات المتصدية للعمل السياسي وفي المفاصل السياسية المتقدمة أن تدافع عن الدستور وعن قانونية هذه الهيئات، لا أن تضع العصا كما تعودنا من بعض هذه الشخصيات أن تضع العصا في أنهم يستأنسون مع التوجه الولايات المتحدة الأمريكية، أو يستأنسون مع التدخلات الخارجية، ولا يستأنسون حقيقة مع مطالب عوائل الشهداء، مع مطالب الشعب العراقي بعدم السماح لدخول البعثيين في العملية السياسية لاعتبارات عديدة. أولا، لأن التجربة التي خضناها مع هؤلاء في مجلس النواب أو في السلطات الثلاث أثبتت حقيقة التدخل السلبي وغير النافع لهؤلاء بأي شكل من أشكال، لم ينفع العملية السياسية. دخل الإرهاب إلى مجلس النواب، دخل الإرهاب إلى المفاصل التنفيذية، وهؤلاء في الحقيقة لم ينفعوا إنما أضروا. من هذا المنطلق السؤال يفرض نفسه، نحن نسأل الأستاذ طارق الهاشمي ونسأل المتصدين السياسيين آخرين أنه لو أردنا أن نصون العملية السياسية من دخول الإرهابيين، من دخول القتلة، من دخول المجرمين من حزب البعث، لو أردنا أن نصون العملية السياسية كيف نستطيع أن نصنع ذلك؟ كيف يكون الجواب؟ أليس الجواب من خلال المؤسسات القانونية؟